أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث لا حظ للكعبين من الإزار، وهل يحرم إطالة الثوب إلى أن يتغطى الكعب؟ الحديث ما أعرف عنه شيء ولا أدري، وأما الكعب فهو الحد، هو حد الثوب ما ينزل عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان أسفل الكعبين، معناه أن ما غطى الكعبين لا بأس به، ما غطى الكعبين لا بأس به، إنما الممنوع ما أسفل الكعبين. نعم.